صباح النور، كيفنا اليوم؟ كيفك؟ زمان ما شفتك. كيفك مع جسمك؟ ابدا. كيفك مع جسمك؟ لا لا لا، الرياضه خط احمر. بس متصالح مع الجسم. جدا جدا جدا، خاصه الفتره الاخيره، وهذا بطبيعه الحال وفاء لجسم الانسان، النعمه الاكبر. يعني ماذا يمكن تسميه جميل جدا التعبير وفاء لجسم الانسان، لان الجسم توني كلما قرانا عنه اكثر وكلما تمعنا فيه اكثر ندرك كم هو معجزه هذا الجسد الذي نملكه، وكم فيه من نعم وحقائق غريبه وعجيبه. ولانه الاذن في الجسم قدراتها مش كتير قويه، بنطلب من الجاليري يقووا لك صوتك بدينة بعض. حتى أنا بقدر أقوي صوتي لأنه بعيد بعض الشيء. أنا بقدر أقوي. ما بعرف إذا فيك تحكي لنا اليوم معلومة عن الأذن لتخدمنا أنا وطوني. في شيء من الحواس، في شيء من الحواس التي يملكها جسم الإنسان غريبة. نعم. خلينا نشوف أكثر صباح كل حال، وعندي بعض الأسئلة لشوف قد توقعاتكم عن الجسم. يلا الله يستر. صباح النور مشاهدينا. في جسم الإنسان حقائق لا تعد ولا تحصى. هو بنيان حيوي يضج بالحياة، تعمل أعضاؤه بتناسق تام. نجهل الكثير عن جسمنا وعن تفاصيله وما فيه من روائع، واليوم في فقرة حول العالم نستعرض لكم بضع حقائق طريفة عن جسم الإنسان. والبداية بحسب موقع بينغوين الإلكتروني، ينقص يزيد طولك حوالي سنتيمتر كامل في الصباح عندما تستيقظ لأول مرة من النوم. هذا لأنه خلال اليوم يتم سحق الغضاريف الناعمة بين عظامك وضغطها، مما ينقص هذا السنتيمتر الزائد في الصباح الباكر. نبقى مع المصدر عينه. يتم استبدال سطح بشرتك بالكامل كل شهر، مما يعني أن لديك حوالي 1000 طبقة جلدية مختلفة في حياتك الكاملة، إذ أننا نخسر ما يصل إلى 30,000 خلية جلدية ميتة في الدقيقة الواحدة. أما مصيرها فهي تندثر مع الغبار الذي تراه في حياتك اليومية. تعرف محمد، هذا الشيء بأكد على أنه جسمنا أو نحن بالحياة في حركة تجدد دائمة، وفي كتير ناس بيشبهوا الإنسان بالفراشة أو حتى بطائر الفينيق الذي يدل على البعث الدائم للحياة من الموت. يعني صحيح. إحنا بحالة موت وحياة دائمة. حتى معلومة جميلة أيضا أن دماغ الإنسان يبقى في حالة نمو حتى يبلغ ما يصل إلى 40 عاما. يعني هذا الدماغ الذي يحمل الكثير من الأفكار والهم، وبعض يعني كل يوم أفكار جديدة، نعتمد على أفكار جديدة من خلال أن الدماغ ينمو حتى سن 40، لا يتوقف عن النمو. تعرف كمان محمد، أنا قرأت معلومة أنه دائما الاهتمام بجسمنا وبعقلنا وبروحنا هو لازم يكون كمثلث متساوي الأضلاع. فأي اهتمام بأي، يعني إذا اهتمت بجسمك أكثر من عقلك وأكثر من روحك فبتكون أنت إنسان متطرف بحياتك. يجب أنه يكون الشخص دائما متساوي في اهتمامه، والعقل حتى لا يتجدد دائما بحاجة لقراءة وبحاجة لمعلومات وبحاجة لتمرين، مثل الجسم ومثل الروح وإيمانها. شوف المعلومات اللي جاية هلا. عزيزي المشاهد، إذا كنت من محبي رياضة المشي وتعشق السفر، إليك هذه المعلومة. إن قررت السير لمدة تصل إلى 12 ساعة في اليوم الواحد، فسوف يستغرق الشخص العادي ما يصل إلى 690 يوما كاملا للتجول في جميع أنحاء العالم. يعني انت توني بتحب ماب. السفر نلحق جوجل ماب. تعرف جوجل ماب عندك خيار المشاة بيدستريان. انت عاشق للسفر 12 ساعة بالنهار مش كتار. ابدا تمشيهم بدك 690 يوم تبرم العالم، وبالمقابل قديه بياكل؟ بالمقابل بياكل بالبطاقة. بيرجع لنا توني بعد 690 يوم هالقد. ما بنشوفه. بس مذهل الفكرة، حلو. صحيح. حلو فكرة انك تجول العالم سيرا على الأقدام. نعم. بس طبعا في محيطات أكيد. بتحجب بعض الدول عن بعضها البعض. لنستكمل ونذهب إلى معلومة نقلها لنا موقع مانتل فلوس. إذا ما جمعنا أوعية الدم في جسم الإنسان ووضعناهم في خط مستقيم تام، فإن جميع الأوعية الدموية في جسم الإنسان تستطيع تطويق الأرض 4 مرات.
الإنسان فعلا يملك أنفا واحدا ومنخارين. ما هي قدرة أنف الإنسان على تمييز الروائح؟ ما هو عدد الروائح التي يميزها ويحددها أنف الإنسان؟ بحسب موقع ناشونال جيوغرافيك يستطيع أنف الإنسان تمييز ما يصل إلى تريليون رائحة مختلفة. يعني هيدا حالة صدمة بصراحة، أنه نحن نقول بأننا نستطيع تمييز رائحة العطور والطعام والزهور، فجأة نعرف بأننا نميز تريليون رائحة. نعم. حلو. نعم. رقم أجل. مذهل. تعرف أنه لفتني أنه الثعابين مثلا تأخذ حاسة شم لسانها. صح. وقد يكون هناك بعض أنواع الحيوانات التي تتفوق على الإنسان في الشم. حاسة الشم. صحيح. أكيد. الكلاب مثلا، كلاب الشرطة. نعم. صحيح. صحيح، حاسة الشم لديها، حتى حاسة السمع. وبعض الحيوانات تستعوض عن حواسها الباقية، لأن الثعابين لا تسمع، صماء لا تسمع فتستخدم بس الشم. أنا اللي فاجأني كلمة منخار، يعني ما كنت عارفة أنه منخار هي لغة عربية. صحيح، لغة هي أنف واحد كامل. نعم. ومنخارين. نعم، يعني عن جد معلومة جديدة باللغة العربية. الفتحتين هن منخارين. هن منخارين، صحيح. اليوم تختبري فيها أولادك كمان. إيه، اليوم حأسألهم. نعود إلى موقع منتل فلوس. يتكون لسان الإنسان من 8 عضلات متشابكة تشبه في هيكلها خرطوم الفيل أو مجسات الأخطبوط، ناهيك عن 8000 برعم للتذوق، في كل منها تقريبا 100 خلية تساعد على تمييز نكهات الأطعمة. ختام فقرتنا مع خدعة الأصبع المشلول. جرب هذا في بيتك. 1. فن اثني أصبعك الأوسط كما نرى في الصورة أمامنا، ومن ثم ضع يدك على الطاولة وثبتها جيدا، ثم ارفع أصبعك الأبهم ومن ثم السبابة والخنصر. لا مشكلة، أليس كذلك؟ جرب الآن رفع البنصر، وهو من المستحيلات العلمية. على فكرة في استثناء بسيط لبعض الأشخاص اللي عندهم القدرة أنه يعملوها. مستحيل يرفع الاصبع لانه لا عرفت مش رح تزبط معي. انا هلا جربتها. هذا بسبب ترابط اوتار واعصاب الاصابع الخمسه فيما بينها. بس في اشخاص كنت عم تحكي انه بيقدروا يعملوها، كسروا القاعده واستون فعلوا، بطبيعه الحال اما كانت خلل جيني اما خلل في اعصاب الاصابع او ليونه كمان. نعم. صحيح، حتى الليونه بطبيعه الحال. هذا بيدل يمكن كمان اذا بيتمرنوا عليها من صغر. لأنه بيقولوا الأطفال حتى إذا أو الناس إذا بدهم يطلعوا قوية بعزف البيانو مفترض أنه يتمرنوا عليه من الصغر، لأنه الأصابع بتكون لينة أكثر. صحيح. حتى توني قبل الختام، من الأمور المجنونة التي نعرفها عن جسمنا أن الإنسان يرى أنفه كل يوم وكل لحظة، ولكن لأن الدماغ قد اعتاد على تجاهل الأنف فلهذا لا نستطيع أن نراه فيزيائيا حتى بعد. واو. عمليات التجميل. فينا نشوف بعد عمليات التجميل نكبره أكثر شوي، بده يستوعب العملية. بدي أشكرك كثير محمد عملوش على هذه الفقرة المميزة واللي دائما بتفيدنا فيها عن جد بمعلومات قيمة. وتأكيد على اللي قالته هبة أنه الإنسان كيان جسم ونفس وروح بتفاعل متساوي.